العافية. اليوم أو امبارح كان عندنا في أوتاوا تورنيدو، يمكن أول مرة بصير وبشوفه. صار في مشاكل كتير، بيوت كتير تدمرت، ناس كتير تأثرت، فقررت الصبح أطلع أحاول أساعد الناس هدول وفالنتير وذم. قلت في الطريق أنا بروح بجيب كاسة قهوة، فمريت على كوفي شوب صغير، محل صغير يعني سمول بزنس، مش فرنشايز كبير. دخلت لقيت في ناس كتير قاعدين بوكلوا بفطروا، طبعا لانه هذه الناس كلها ما عندها كهرباء ولا عندها طريقة انها تسوي اي اشي في البيت، فاضطرت انها تخرج برا. فقعدت في الدور، لما وصلنا عند صاحب او عند الكاشير فبقول له وان كوفي، وحجزت كرواسان او اشي هيك ناكله. المهم قلت له كم، بقول لي اتس فري سير. بقول له ليش، بقول لي اذا احنا موقفنا مع الكوميونتي هلا في الوقت الصعب فمتى لازم نوقف معهم. طبعا أثر في كتير هذا صاحب البزنس، وفهمني إنه مش كل شيء في الحياة فلوس. أحيانا كتير لازم فعلا نوقف مع الكوميونتي ومع جيراننا لما يكونوا بيحتاجوا إلنا، مش لما ما يكونوا بيحتاجوا منا، لما يكونوا بالرخاء. قررت أقوم بمبادرة صغيرة إني هوست اني بادي. الحمد لله اجوا اليوم عندنا عيلتين، قعدوا عندنا طول النهار. لما رجعت الكهرباء بيوتهم راحوا. فاي شغله صغيره ممكن نسويها احنا وتغير في المجتمع احنا مسؤولين عنها. ان شاء الله يكونوا الجميع بخير وسلامه، وانا قررت طبعا انه سبورت هذا المحل دائما واروح عليه دائما، لانه الشيء اللي عمله يمكن البيج جاينت فرنشايزي والكومبانيز الكبيره ما عملته، بالعكس استغلت هذا الموقف. هذا الشخص لم يستغل وجوده في المجتمع، بل ساعد المجتمع وبيعتبر حاله جزء من هذا المجتمع. فسلوت له والله يعطيك الف عافيه.